كنت صفح في الفيسبوك حتى كتبان لي وزيره السياحه ديالنا ان باش تشجع السياحه ديالتنا في المغرب ودير شي تصاورات في المغرب لا في مراكش ولا في اكادير ولا في شي منطقه سياحيه كيف كيديروا جميع الدول وكاع الوزراء وفحال تركيا انهم كيديروا اي افلام ولا اي حاجه باش يبينوا البلاد ديالهم. حتى كنشوفوا حنا وزيره السياحه ديالتنا انها كدير السياحه في تنزانيا وكدير اشهار تنزانيا وهذا الشيء راجع لنا شويه غريب. واش الا كانت شي حاجه غنستافدوا منها من تنزانيا مزيان، اما باش هي باش دير السياحه ودير الاشهار ديالها وتصيفط التصاور ديالها من تنزانيا هذا الشيء راه شويه غريب، وما شفناهاش دارت شي صور ديالها هنا في المغرب وهذا الشيء راه كيخلي شويه ديال الشكوك. هي ما خرجتش على النسق المعروف ديال الوزراء ديال المولى البرلمانيين ولا رجال الاعمال المغاربه، سمعتيني غالبا كيستثمروا حتى هما برا وكيدوزوا الكونجيات ديالهم برا، شنو جات غير عليها هي حتى هي نفس الشكل. سمعت هما كيشجعوا المواطن سمعتيني الدخل المتوسط واللي كيحاول يخرج من القوقعه ديال الدخل الضعيف ويشيط شويه ويخرج يمشي ليه فين يحرك معاه شويه ديال، علما انه راه ماشي سياحه داخليه، أرى تماسيح داخلية كتتنهش في المواطنين من خلال الغلاء ديال الوجبات وديال الإقامات وديال بزاف ديال الحوايج حتى التنقل حتى يعني المواطن تريش، ما كاين لا سياحة داخلية لا والو. في الأول وفي الأخير الله يهديهم سمعتيني، لأن كنعرف أن اللي بغى المشروع ديالو ينجح خاصو هو اللي يشتغل عليه، يعني أنت دير له إشهار هذا مشروع ديالك خاصك انت تنوض دير له اشهار، ما تسناش الناس اخرين يجيو يديروا لك ليه اشهار. حنا المشكل ديالنا السياحه الداخليه، ديالنا وكيجيو اجانب هما اللي كيوروها لينا غير شويه. الله يجازيهم بخير هذوك الناس ديال السوشيال ميديا، راه بداو بعدا كيعرفوا بعض المناطق ماشي بعض المناطق، شي مناطق كانت منبوذه في المغرب ما عارفه حتى حد، ولاو دابا كاين الناس كيكتشفوا عن طريق اليوتيوب كيمشيو يزوروها. اما الوزيره هذيك راه حاجه باينه كجميع الوزراء. شوف لي شي وزير دوز الكونجي ديالو هنا، دوز العطله السياحيه ديالو هنا الصيفيه، ما كاينش، كلهم كيخرجوا على برا. وزيره السياحه عندها امكانيات باش تمشي تدوز السياحه خارج ارض الوطن، ما غاديش نقول لها بان حياتها هذيك بالنسبه للسياحه الداخليه في المغرب ما كاينش واحد التشجيع للسياحه الداخليه وما كاينش واحد الدعم. نورمالمون جيتي تمشي تشوفها اوتيل في المغرب كتلقاها 4 ايطوال، وفاش كتمشي تدخل له ما كتلقاش فيه لي سيرفيس اللي انت اللي باغيه، يعني باش تمشي تخلص واحد 100 درهم ولا 1000 درهم باغ جو، يعني انصوم من كتعطيك واحد البيدجي ديال 1000 درهم بالنسبه لعائله مغربيه راه صعيبه عليها ما يمكنش لنا. وبالنسبه للانسان اللي كيسافر وكيبدل ربعات الحيوط بربعات الحيوط غيبقى في دارو احسن له، فين غنمشيو فين غنكتاشفوا؟ واش غنتريبيو؟ ما عندنا حتى فاش نتريبيو، كنا كان الشعب ديالنا كيساعد الانسان باش يتريبيو في مناطق سياحيه. لا جينا نشوفوا دابا حاليا نسبه ديال 90% في المغاربه ما عارفش واحد ما عارفش الاماكن السياحيه اللي كاينين في المغرب. اللي عنده الفلوس ما كيدوز السياحه ديالو في المغرب قليل الا من رحم ربي، اللي عنده الفلوس كيمشي كيدوز هو في تنزانيا يمشي يدوز في لولولولو يمشي يدوز في مايوركا ماشي يدوز في المغرب. وزيره السياحه يعني هي اللي خصها تعطي اول حاجه تعطي واحد العبره، يعني خصها الاماكن المغربيه هي مثلا تقدر تمشي لوريكا ولا تمشي كذا محال تضرب فوطه ما غترضاش فهمتيني، ولكن فاش تخرج خارج ارض الوطن وكذا كاين بزاف ديال النواحي اللي حنا غنتكلموا اللي كنتكلموا عليهم، لان عندنا كاينه طبقه يعني هي من واحد الطبقه العليا يعني لا جينا نشوفوها البيتجي ديالها بشحال كتخلص راجل فاش خدام، يعني كاينين دي موايان كاينين دي شوز، ماشي بحال واحد عنده 5000 درهم ولا 4000 درهم قال لك باغي ندوز السياحه فين غيمشي؟ يمشي لمولاي عبد الله ما عنده فين يمشي. هاد الوزيرة السياحة خصها تجي هنايا، وكاينة حملة هادشي ديال دابا على حساب الفيسبوك والتواصل وكيقولوا الحكومة بأن هذا وخصها الحكومة تجي باش تتواصل مع الشعب، وراه ماشي وقت العطلة هذه راه وقت تواصلي مع الشعب وتشوف الأمور السياحة فين غادا، والحمد لله خرجنا من هادشي ديال كورونا، خص يعني تكون في البوست ديالها شاده، هي من الاول خصها تكون في البوست ديالها. احنا المهم خصها تكون خصها تدخل من العطله، هذه ماشي وقت العطله، هذه وقت الخدمه وقت العمل. وزيره السياحه وكتمشي تطلع واحد العمله ديال واحد بلاد واحده اخرى وكتقول لنا حنايا بان السياحه هنا مزيانه، السياحه كاينه في الجنوب كاينه في كاينه هنا في طنجه كاينه هنا في العيون كاينه في الداخله، كتشجع الشباب باش يمشي، وهي لايحه في الواتساب وداك الشيء بان هي في تنزانيا هي وبناتها وراجلها وولادها. شوفوا تنزانيا كيفاش دايره، يعني من انت هنايا كتشيري لنا في الاذاعه ديالنا حنا كتقولي بانك سيروا العيون سيروا الداخله وسيروا مراكش سيروا هنا وسيروا هنا، يعني سيروا المناطق ديال المغرب باش تزوروا باش تطلعوا العمله ديالنا نتعاونوا كما ذكر الله سبحانه وتعالى نبرع
الحريه والتقوى وانت هاز اولادك وغادي لطنزانيا وكتلوحي بانك كتقول نحن نسيروا تسالوا بلادكم وكتلوحي لنا بانك تشوفوا بلاد الناس كيفاش دايره. والله شنو قال؟ الا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. انت كتمشي للحق وكتقول نحن يا باطل. حشومه من جنب الله، هادشي ما كيبغيه الله ولا العبد. خص رزقنا ما ياكلوش غيرنا، رزقنا خصنا ناكلو حنا. داكشي اللي خسري تمايا خسري عندنا هنا، كاينين اليتامى، كاينين المساكين. اجي هنا دوري، كتقول السياحه وكتقول هنا دور في المغرب، ندور على راس والعين. ولكن لو بغيتي تشوفي اجي هنا في المغرب عندنا، اجي مع 4 الصباح و6 الصباح تشوفوا المشردين اللي كيباتوا في الزنقه، المشردين اللي كيباتوا في ديال المسكينه ما طاو يبات في جنب الشاطئ وفي جنب الطريق. حرام علينا وحلال عليهم. كي بنادم تيمشي على حسابه، بحال دابا حنا ماشي في الاستطاعه ديالنا باش نمشيو نسافروا لبرا. مع المدرسه مع عيد الكبير فات وهذه، وبنادم غادي على حساب الظروف. حتى حنا ما كرهناش نمشيو نسافروا، كي الغالب الله العام كله حنا مخشيين حيت على حساب الله المعيشه وكل شيء غاليه. نقول اش غنقول؟ هي عندها دماغ تعرف كل شيء، هي راه وزيره خصها تعرف حق بان الشعب راه يحسن عوانه.